السلام عليكم ورحمة الله، معكم الباشمهندس علي رسمي. هناخد جولة سريعة كده في اكتشاف الهاردوير الخاص بجهاز ميتسوبيشي بي ال سي موديل في اكس 1 ان 24 ام تي. في الأول كده حابب أنبه إن النوع ده توقف إنتاجه من سنة 2004 تقريبا، ومش موجود في السوق غير مستعمل أو ريفابرشت، يعني اللي هو دخل صيانة وخرج اتباع تاني. نبص كده أول حاجة على النيم بليت، هلاقي اللي هو مكتوب اف اكس 1 ان، ده اللي هو السيريز بتاعي 24 ام، ده عدد النقط الانبوت والاوتبوت بتوعي. متقسمين ازاي؟ في الاف اكس 1 ان ما بيتقسموش بالتساوي، هنا هتلاقيهم متقسمين 14 نقطة انبوت و10 نقط اوتبوت زي ما هنشوفهم دلوقتي في التيرمينال. اما التي ده فهو ده معناه اللي هو خارج ترانزستور، وال001 ده معناه اللي هو سينك. كده خلصنا كل المعلومات اللي احنا نقدر ناخدها من النيم بليت بتاعنا. نخش بقى على الهاردوير بتاعي. ده شكل التيرمينال بعد ما نشيل الروزيتات اللي احنا بنوصل بيها الانبوت والاوتبوت بتوعي. ده التيرمينال بتاع الاوتبوت وده التيرمينال بتاع الانبوت. هنلاقي واضح كده في الصورة اللي هو اخر اكس هنا اكس 15، وفي الاوتبوت واي 11. نروح للشريط الكحلي، هنلاقيه متقسم لثلاث اجزاء، الانبوت واللمبات الرن والباور واللمبات الاوت. في الانبوت زي ما واضح كده هنلاقي ال 14 ليد اللي بيحدد لي انهي انبوت شغال وانهي انبوت فاصل، وفي الاوت برضو نفس المثال. في لمبات الباور، لمبه الباور دي ما يبقى واصل عليه كهرباء، لمبه الرن لما نشوفه واخد رن ولا ستوب، ولمبه الايرور بتنور لو في مشكله في جهاز البي ال سي بتاعي. نخش بعدها على الجزء ده، لو فتحناه هنلاقي فيه السوكت بتاع الـ RS422، وده الخاص بكابل البرمجة اللي هوصله باللاب بتاعي لو أنا عايز أسحب البرنامج أو أعدل عليه أو أخش عليه مونيتور. هلاقي جنبه مقاومتين متغيرتين VR1 وVR2. من الـ VR1 بكتب على ريجستر الـ D8030، والـ VR2 بكتب على ريجستر 8031، ودول مش موجودين في الانواع الجديده زي الـ FX3U او الـ FX5U او حتى الـ BLC الميديولر اللي هو كيو سيريز والـ R سيريز. جنبها برضو هلاقي سويتش، ده اللي بيحدد لي حاله الجهاز سواء ران او ستوب. نقفل كده الجزء ده بقى ونفتح ده، هلاقي سوكت، وده اللي انا بستخدمه لو انا هركب اكسبانشن بورد. زي ايه؟ زي البوردز بتاعت الكوميونيكيشن اللي هي اف اكس 1 ان 232 او اف اكس 1 ان 422 او اف اكس 1 ان 485، او حتى انبوت اوتبوت زي اف اكس 1 ان 4 اي اكس او اف اكس 1 ان 2 اي واي تي. خلصنا كده الجزء ده، هنلاقي هنا اللي هو في كارت سبيشال ادابتور راكب، عباره عن كارت انبوت. لو باين في الصورة هنلاقي FX1N 4EX. لو رحنا للجزء اليمين ده هنلاقي، نشيله هنلاقي هنا في سويتش نستخدمه في تركيب الكروت الاكستنشن، سواء كانت برضو كوميونيكيشن او كروت انبوت او اوتبوت او سبيشال فانكشن. اتمنى يكون الفيديو مفيد وبسيط، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه.